بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن لاحظوا معايا، هنا عندنا أعطانا خطأ لوجود السوبر، خلينا نمسحها بعدين حنعرف ليش، لأنه الكونستركتور تبعه الكلاس تبعه ما في له كونستركتور له باراميتر، هذا الخطأ، بس الآن ما علي منه. الآن لاحظ معايا، أنشأنا الآن، الآن حنتكلم عن المالتي كونستركتورز. هيا لاحظ معايا، ايش اللي حصل؟ انشات كونستركتور اخر. طيب ما يحسب بمشكله انه لا، كيف يفرق بين الكونستركتور؟ بالبارامترات. تنشئ اي عدد من الكونستركتورز بدون اي مشاكل. طيب ايش الفائده؟ الفائده انه لما تجي تنشئ، خلينا نرجع هنا، عفوا خلينا نجي هنا، نجي لل نمسح هذه، لاحظ معايا، اكتبها لك مرة أخرى، A X equal، شوف new. الآن لما تجي تنشئ بعد new تختار الكونستركتور اللي تبغاه، هذا الهدف من وجود أكثر من كونستركتور. بس انتبه، لو أنا كتبت كذا، لاحظ public A int y، ليش أعطانا error؟ مو الاسم، مو الفرق الاسم، اهم شيء ما يكون عندي كونستركتور له باراميتر نوع انتجر الا واحد. يعني ممكن انا اقول له كذا، زين لاحظ ما سبب مشكله، فالكونستركتور تختلف بعدد البارامترات. الان سويت كونستركتور فارغ، سويت كونستركتور بباراميتر، واقدر اسوي اي عدد. طيب جميل، نجي هنا نيو، اختار الكونستركتور، ممكن اقول له اللي بدون باراميترات، فوقت الانشاء حيستدعي هذا الكونستركتور، حيخلي قيمه الفال 10. لكن لا، ابى استدعي، لاحظ ممكن اجي اقول له اي يساوي نيو اي 10. هنا هو حيروح يدور يقول في عند الاي كونستركتور ياخذ باراميتر نوع انتجر، ايوه في هذا هو، فحيستدعي ذا الكونستركتور، حيفرق بينها بالبارامترات، فياخذ، فتصير في ذي الحاله. شوف هنا في الاستدعاء الاول تبع الاوبجكت اكس حتصير قيمه الفال صفر تبع الاكس، لانه استدعى الكونستركتور الاول اثناء الانشاء. في الثاني حتكون قيمة الفال 10، لأن استدعى بالكونستركتور الثاني، وعفوا فوق الأول، يعني هنا استدعى بالكونستركتور الأول وهنا استدعى بالكونستركتور الثاني. خليني أضيف كونستركتور جديد، مثلا أقول public a، وأقول هنا مثلا int مثلا a int b، لاحظ له بارامترين. إيش حسوي؟ حقول مثلا this dot فال يساوي A ضرب B. لاحظ كيف كل كونستركتور يختلف. أجي هنا أقول عفوا A زد يساوي نو A مثلا 2 5، شايف كيف؟ فأنا كل مرة، لحظة عفوا، طيب خلينا نحفظ، أيوه شال عشان ما حفظنا، طيب شال عشان حفظنا، عفوا لا يعني سبب الخط الاحمر ان انا بعد ما عدلنا ما حفظنا. المهم الان لاحظ اكثر من كونستركتور، فالكونستركتور يستدعى اثناء انشاء الكائن، اقدر اسوي اكثر من كونستركتور هنا، يعني مالتي كونستركتورز. لاحظ انشئ الكائن اكس واستدعي الكونستركتور اي، انشئ الكائن واي واستدعي الكونستركتور اي ب 10 هنا، او عفوا تبع استدعيها بالكونستركتور اللي فيه له انتجر كباراميتر، هنا اللي له تو انتجر، شايف اختلفت. فانا اعطي بالطريقه هذه، اعطي خيارات كثيره اثناء انشاء الكائن. النقطه المهمه لاحظ كلها باسم نفس الكلاس، وكلها ما تاخذ قيمه ارجاع، يعني void هنا void او integer، هذه هي الفكره. فهذا المالتي كونستركتورز، او استخدام اكثر من كونستركتور. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.